يو، السلام عليكم حبايب قلبي، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. رجعنا لكم فيديو جديد، موضوع جديد، ويوم جديد. طبعا قبل بداية الفيديو، قبل كل شيء، اشكركم على التعليقات الحلوة بهذاك الفيديو، راح التعليقات الحلوة والايجابية اللي كلش فرحتني وحفزتني استمر واجيب غرار واشتري، كله فضلكم وعلمكم. اشكر الناس اللي طبت لي بالفيس، سلمت علي وباركت لي على الدراجة، وناس اكو ناس نشرت الدراجة ستور ونشرتني ستور ونشرت القناة ستور. طبعا كلش اشكركم، والكل على راسي. طبعا كلش اشكركم على تعليقاتكم الحلوه وتعليقاتكم الايجابيه، واشكر الناس اللي ضبطت لي على الفيس، باركت لي على الدراجه، واكو ناس نشرت الدراجه ستور ونشرت قناه ستور. طبعا كلكم اشكركم، كلكم على راسي. وطبعا ما قصرت ويا احد، والكل رديت عليه، دخل بالفيس، دخل بالانستا، كلهم رديت عليهم بدون اي استثناء. يعني الكل رديت عليه، ناس طبت لي على دراجتي، ناس سالت علي، سالتني بش الدراجه ومين جبتها ومن يوم معرض، كل شيء جاوبت على الكل، جاوبت ابد ماكو، يمكن ماكو رساله ما جاوبت عليها. هسه خلي يجيني شخص يقول لي انا ما رد عليك، كلهم رديت عليهم بدون اي استثناء. طبعا اذا تحب تضيفني على الفيس، هذا يطلع لك انا الفيس او الانستا مالتي، اي شيء تحتاج، اي يعني اي معلومه، اي استفسار، قبل على حساب الفيس او الانستا وراسلني وانستا، وان شاء الله ما قصر وياك، يعني كل ارد عليه بدون اي استثناء. طبعا هم قبل بدايه الفيديو، اتمنى تشترك في القناه وتسوي لايك وتحط مشاركه، تسوي مشاركه للفيديو حتى للكل يعني. طبعا طولت عليكم، اسف، اعتذر. طبعا اليوم رجعنا لكم فيديو جديد اللي هو شنو، واخيرا وصلتني الكاميرا مالتي، وصلتها تقريبا صار اسبوع، وصلتها من اربيل من صديقي لي هناك محله، فوصلتها، وصلت هنا حاليا، وصلت لبغداد هي، والتوصيل صارت عليها بورقه، يعني تقريبا 154 الف صارت عليها الكاميرا. طبعا هاي الكاميرا يعني بسببكم ان انا جبتها، ليش؟ اذا اطول من المحتوى، اذا اطول من المحتوى اقدم لكم شيء حلو، تصوير حلو، كاميرا حلوه، صوت حلو، محتوى حلو، ما اريد شيء يعني اضل على الموبايل. واحد قلت لكم لازم يصعد، لازم يتطور، ما يضل على نفس الشيء. يعني هذا بالنسبه لي لا شيء، يعني ان شاء الله عن قريب اجيب شغلات حلوه، كاميرات، اشياء، افكار حلوه، مستقبل قدامنا والتوفيق من الله. طبعا الكاميرا ترى ما فاتحه، بس هي وصلتني هيك يعني، ولا فاتحه والله العظيم، قلت قدامكم اصور وافتح اشوف شنو بداخلها، لحد الان ما فاتحها قدامكم. طبعا اللي يسال عليها كاميرا جو برو 4K، تصوير يعني مال سبورت، مال رياضه، الترا اتش دي دي في دي و 4K 30 اف بي اس، فريم 30 فريم، 64 جيجا، يمكن ما التخزين داخل، ترى انا ما اربين يعني هسه قدامكم، بس ثواني يعني انا هم قدامكم، ما ارب الكاميرا، جبتها وقدامكم راح افتحها واشوف شنو داخلها. بيها تقريبا بيها واي فاي، اتصال يعني عن بعد، و والله نفتحها ونشوف. طبعا سعرها ورقة، سعرها 146 لو 47 هيك. الولد اللي يحب يعني ياخذ نفسه او احدث منها طبع على حسابي، قلت لكم فيس وانستا، وانا ادز رابط الصفحة، اللي يعني يحب التصوير مثلا عنده دراجة، عنده قناة تفيده هاي الكاميرا. ماشي وياه يا الله. طبعا قلت لكم كل شيء وقعت، شوفها بتشيس بعدين كلها باللايون. هاي الكاميرا، هاي واضحة عندكم، هاي الكاميرا. طبعا بيها واقع ضد المي، هي هاي مشدودة بيها، وانا شلون تفتح، انا راح اخربها انا والله، ولا جاي اعرف افتحها، شلون تفتح؟ شنو راح تنكسر وما راح تنفتح، ما تنفتح هاي، يا بس ساعدونا اكتبوا لنا بالتعليقات شلون تنفتح هاي، شنو هاي معودة انفتحي، اخيرا فتحتها طلعت منها تنفتح القاعدة، بعدين تنفتح هاي. طبعا الكاميرا صغيرة، شوفوها كلش صغيرة، هاي الحافظة مالتها مال ضد المي، يعني مدري صورها، صور بيها مثلا بالمسبح او شي، هاي الحافظة مالتها تفيد. طبعا هاي الكاميرا صغيرة كلش، بس هي حلوة يعني تصويرها حلو، لمن تشتغل هاي، الله نشوفها، يمكن ما بيها شحن، تشتغل، ها من هنا، الله يسبر الله، يا ما تشتغل،
طبعا حبايب طلعت شحن ما بيها، بس خل اشوف الشحنة مالتها والله وين. والله خلينا نشوف، خلينا نخلص هاي القاعدة مالتها، يمكن مال دراجات ومال خوذ هاي تنحط بيها هاي، لان بس جاي ابحث على اليوتيوب واتعلم من اليوتيوب، لان شو ما اعرف لو هاي هاي الواقع مال المي مالتها، يعني مثل اللي صور مثلا بالشاطئ او بالماي بالمسبح، حط الواقعية كاميرا بالواقعية واسبح للصبح. عندك عندك هاي تحكم عن بعد، ما تشتغل مال تك صورة من هنا. ايه هاي من هنا، شوفوا اذا واضحة قدامكم، هاي الزر الاحمر تعطيك صورة، يعني الكاميرا قدامك تدوس تعطيك صورة، وهاي تصور فيديو. لك هاي شنو؟ هاي منظف مالتها، يمكن مال عدسة ما عدسة. لك هاي شنو؟ هاي كتيب صغير، سبيكر، سكرين، باور مود. هاي شنو هاي؟ هاي يمكن مال راس مال خوذة. هاي شوفوها، يمكن تشكل بالراس او بالخوذة، يعني تصور مثلا بايسكل او دراجة، ما اعرف يعني. هاي قلت لكم هسه ابحث على اليوتيوب واتعلم. هاي ايش عندنا؟ هاي شنو هاي؟ هاي ما اعرف شنو هاي. طبعا حبايب اللي يعرف لا يقصر بالتعليقات، ترى انا ما اقرا التعليقات، اللي يعرف خلي يعلمنا ذن شنو؟ ذن هاي شنو؟ هاي شنو؟ ذن شنو؟ ايش ما اعرف. هاي يمكن مال احتياط، عندك شلون حاطي لك سبير بين قوسين مال ضد المي، يمكن هاي مال الراس. هاي زين، هاي شنو هاي؟ شنو هاي؟ شنو ناطة حاطينه؟ فك شنو جاي تطلع منه؟ هاي عندك مال التصوير مال الكاميرا، هاي يمكن الشاحنة، بس هاي ها عشان ناطة، هاي عشان ناطة. هاي ما شاء الله، هو هذا اللي قدرنا عليه، بس ما شاء الله نعرف. ما شاء الله نشوف وين هي، وين يصير؟ اه والله اشتغلت، جات تشحن الكاميرا اشتغلت. شوف والله اليوتيوب، اليوتيوب يقول لك اي شيء تحتاج اي خدمه تريدها روح لعمك جوجل. سويت الكاميرا وعرفت شلون اسويها، شغلتها ويعني بس ما اشتغلت، ما تقدر تصور او تصور فيديو، لازم الا تحط لها ميموري كارد، يعني هذا الرام اذا تعرفوه هنا ينحط فيها حتى تخزن، ما بيها وحده تخزين فما تقدر تخزن. شفتها من اليوتيوب تعلمت، وذني طلعت مال يعني مال خوذ، مال خوذ، مال دراجه، لان هي قلت لكم الكاميرا مال سبورت مال رياضه، اذني شناطات ما عرفت، وهذا قلت لكم عليه. بعد شنو؟ بعد كل شيء ناسي. عندك هاي مال ستاند، هاي مال ستاند، هاي شنو هاي؟ ايضا مال ستاند، وهاي ما اعرف شنو، لان اكو بين شغلات احتياط حاطين. هاي هم عندك مال ستاند، هواي شغلات. طبعا حبايب مثل ما قلت، مثل ما قلت لكم اذا يعني اي شخص يعرف بهن علق لي باليوتيوب او يطب لي على حساب الفيس، يعني اتمنى انه يعلمني عليه، كل شيء ما اعرف اطرش بالزف، واليوتيوب بس اجنبي يعني ما يفهم، استهمت يعني حاول تفتهمني شلون اشغلها، شلون احط الميموري كارد، بدلني الادوات ما اعرف شلون اشكلها، يعني اتمنى مساعدتكم باقرب وقت لان لا كاميرا تتفلش. واللي يحب ياخذ من يمه راسلنا على الفيس، ادز له صفحه مال ولد وهو يجيبها من اربيل لهناي، مثل ما قلت لكم سعره 146 واكو انواع يعني من 50 الف وفوق، بس هي كل ما اغلى كل ما احسن، تصويرها قوي. صور هاي 4K، شوفوا كل ما وضحتكم ان انا 4K، بس بالعكس طالع يمكن 4K و1080 بكسل. والله خلينا نشوف شنو هذا، 16 ميجا بكسل يعني، وسبعة كلر بلاك وايل سيلفر كلر، ما اعرف شنو هاي، يعني ادري اللون بس ما اعرف الكلر مال شنو، يعني لون الفلتر لو شنو. تقبل اي او اس اندرويد اند اي او اس، الواي فاي يعني تتصل. نصيحة من يمي
اذا تريدون تشترون شغله اشترون من شخص قريب يعني، اوعدكم عرف، لا تشترون من غريب، لان الغريب تطلع بيها شغله يعني، خاصه هيك اجهزه الكترونيه، لان هاي الاجهزه الالكترونيه كهربائيه بس تحترق بعد ما ترجع. وانتظرون عن قريب ان شاء الله راح ارجع لكم تصوير حلو بالكاميرا الجديده، وان شاء الله بعدها راح اجيب كاميرا تفيد يعني، الكاميرا شويه تفيد خاصه بالقناه. اتمنى منكم تدعموني بلايك واشتراك وتعليق حلو يحفزني. وبعد شنو؟ بعد شدنا ناسين ما في شيء اريد كل شيء اقول لكم. طبعا شكرا لكم على المشاهدات الحلوه جاي تصير بقناتي والتفاعل الحلو والمشتركين اللي معدلين جاي يجون وقناتي جاي تصعد يعني، اقعد الصبح حق نفسي 100 زايد 150 100 زايد 150 يعني، كلش اشكركم. و طبعا لولا الله ثم انتم كان ما واصل لهاي المرحله من المشتركين والواهس اللي جاي يصير لي والتحفيز اللي جاي يعني يطلع من يمكم الي. وجبت الكاميرات يعني كلها بفضلكم وفضل كلامكم الحلو والايجابي، وما يعني الكل على راسي، واكو ناس يعني سلبيه جاي تعلق لي طبعا ما ارد عليهم يعني، هواي اشوف تعليقات سلبيه يعني بالتجاره ما ارد عليهم، بس شو اسوي يعني والله العظيم يعني اكو ناس تغلط علي شو اسوي، اقوم راح احط لهم قلب الحب هاي في هذا باليوتيوب هذا القلب والله يعني، هو يغلط علي جاي ينزل من كرام، هو يعني جاي شخص جاي يغلط علي شو اسوي انا؟ ارد عليه قلت والله احط له قلب الحب، لا ارد عليه ولا هاف، وناس اجت نواب الفيس تقول له امير ما عليك فيهم ولا اعداء النجاح ولا تدخل وعوفهم فيولون والى اخره. طبعا هاي طبعا هذا كل شخص، اي شخص هيك يعني مثلا عنده قناه او شوي يعني شويه معروف بالسوشيال ميديا دائما عنده اعداء نجاح، ليش ما اعرف يعني الناس يعني ليش ما تتمنى الخير يعني، ما احتراماتي للبعض يعني جاي احكي هذا الكلام للبعض مو مع احترامات الزينين والمعدلين، هواي ترى اكو ناس يعني كلش هواي ناس معدلين وهواي ناس معدلين، انا جاي اقصد الناس اللي يعني قلت لكم دول السلبيين يعني يمكن يقتلون نفسهم سته مدري خمسه يعني، انت ليش هيك عندكم حقد بداخلكم وكره؟ تتمنوا الخير لحد؟ تتمنوا الخير يعني للمقابل ليش يعني؟ اذا ما تتمنى الخير ما تتمنى الخير لحد يعني الله شلون راح يوفقك يعني، اتمنى من الكل او في الكراهيه الناس يعني ترى احنا عراقيين واحد يحب الثاني، فما اقدر اطول عليكم، اتمنى انكم تخفي فضل عليكم، ولا تنسون اللايك والاشتراك وبس حبايب، ثم باي باي.